Nous y voilà, au sein de Tawa, au sein de la clinique. Qui m'a dit que Bila Ahmed fait le carabat, t'es vraiment chanceux. Aujourd'hui, on a d'ailleurs la date. Je suis Najmou Nam, l'opération. Je suis Najmou Nam, l'opération. Hayabina. Bah allez, voilà, suivez-nous. Tawa, je vais vous les étapes suivantes. Allez, on y va. Après un diagnostic bien détaillé et une consultation à Ben Ajouza, قرب باش يعملوا له ليبوسيسيون وزراعة الشعر. لكن تويكا باش نشوفوا المرحلة الأولى اللي هي ليبوسيسيون. نستناو الدكتور حتى لين يجي. حاس فيك سافا مرتاحة؟ شوية ستريس وكا. شوية ستريس منيش متخاوف قول لي. بونجور كا. حاجة جديدة ما نعرفهاش. ولا مرتك خايفة عليك خوفتك. لا إن شاء الله سا سباس بيان. En attendant, Hataline Gilles, docteur. Alors, Soto, bonjour. Bonjour. En pleine forme. Inch'Allah. Aïe, Hadr, Fnaf, sur le bloc. D'accord. Il faut le rassurer un petit peu, Khadi, stressé, Faya. Ah bon? Tu veux aller le cabinet, c'est bon. Avec des questions, Khrina? Oui, c'est bon. Inch'Allah, la bimara, ok. D'accord. J'ai chauffé que le bibel bon, je vais te faire directement le bloc. D'accord. C'est à ça, on se met en train de trapper ta la baisse. Inch'Allah. On te rafiche. La baisse. On n'oublie pas que réveil le col pour une belle raison, pour une bonne raison, surtout, man. Je chauffe pas le résultat, tu seras. T'as failli, voilà. وكما قال نوتر كانديدا احمد للجمعه هذيا التضحيات التضحيات باش تبدا من الاول بالليتاب الاولانيه افون لانترفونسيون شيروجيكال استيتيك اللي هي الانستيزي جينيرال في كل عمليه تجميل. لاحظوا اريحيه كبيره موجوده عند احمد خاصه ثقته الكبيره في الطاقم الطبي اللي باش يقوم له بالعمليه هذيا اللي هي عمليه الشفط. كما غادي نشوفوا دابا وصلنا دوفون لو بلوك اوبيراتوار هذه اخر مرحله قبل لوبيراسيون بيان سور. Bon courage, Ahmed. Sois courageux surtout. Inch'Allah. Oublie pas, Libat, ça va être magnifique. D'accord? Okay. Allez, Rabbi Mag. Allez-y. Ou qui m'a fait que l'opération, anesthésie générale, taqim le kull al mawad al mawjouda, fi qa'at al amaliyat. ولهنا نبداو العمليه نتاعنا. العمليه هذه باش تدوم حوالي ساعتين من زمان. Après une longue attente, Ahmed, خرج الحمد لله على سلامتك يا أحمد. كيفاش تحس في روحك؟ بخير. الحمد لله على سلامتو. فوالا استنينا شويه حتى لين يفيق من البنج. توا كيما قاعدين نشوفوا قاعد يفيق بشويه بشويه. عزيمة دكتور. الوغ شنو حوالك؟ بس عليك دايخ شويه بيان سور البنج. شفت شحال من ضحك ولا انا حد يدق قدامك ما عادش تعاود تسمع. قسمتك فرماج وحده الفريت وحده والبات وحدها داكور نعملو جوست لا ترا تري بيان. كيما قلنا جو فوا دكتور اللي احنا فريمون لا سكولتي معناها لو او دو كور شد لنا شويه انت حسب ما شفت من الوقت لي بواني دامور لو فونتر ان بو لو ني لي سان جي ريكري لو في فات دوريجين نتاعو. فرحان ولا ولا مازلت؟ مازلت شوية. سوبر سوبر. هذايا سي لو بونتي باش يلم. اي هذا هو لو بونتي باش يقعد بيه كلكو سومان هو اللي باش يخلينا الجلدة تعاود تتلم سيغتو و سي ان انتي دولور كيف كيف باش ينقص شوية هكا تقلق الوجع. دونك فما شوية نفخ زرقية باش تظهر شوية دوية باش تاخذها بوندون اون سومان ابوبخي هكا هو. فما لازمك تعمل دريناج لمفاتيك كيما قلت لك من الاولى. في دريناج بشكل لديم نفخ كل في سما يتنحى لي سي تو تعرف خلي فيق في عقله تري بيان. ان شاء الله باسم الله عايشك ميرسي عايشك ميرسي بوكو. اليوم كنت معنا في ليتاب لو ليبوزيسيون
ان شاء الله نخليكم على خير واتري بيانتو. عملية ناجحة بامتياز. في انتظارنا نكملوا المراحل الجاي في الغولو كينج في الحلقات القادمة. خاتمة حلقتنا لليوم بتكون بسوربريز بس نعملوها نوتخ كونسيير اون ايماج منى. سوربريز تتمثل انه تزامنت مع نهار عيد ميلادها. هزينا لها دي كانديدات اللي كانوا شاركوا في حلقات فارتة وهما اللي عملوا لها السوربريز هذية. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وبالأجواء هذية نوعدكم أنو باش نتقابلوا معاكم إن شاء الله الحلقة المقبلة مع كونديدا أحمد اللي باش نكملوا له الغولو كينغ متاعو ومفاجآت أخرى.